السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تبدو اللحظة الحالية مكررة ومشاهدها مألوفة، الصدر في الشارع والقوى السياسية برمتها في الزاوية. يصعد الصدر في خطابه وتزداد حدة توتر وارتباك خصومه، يرتخي الصدر لاحقا، يأخذ نفسا، ثم يتراجع خطوة وقد انتزع بعض المكاسب الجديدة. مألوفة جدا هذه المشاهد في السنوات الأخيرة، لكن نظرة فاحصة ستدرك العكس تماما هذه المرة. إن حالة التدافع بين قوتين شيعيتين تتصارعان على السلطة منذ 2014 قد وصلت ذروتها. إن استثمار اللحظة التداعي والتناقض الشديد بين القوى المهيمنة لا يعني بالضرورة المرور بمسارات تؤدي إلى التحالف مع التيار الصدري. هذه الفكرة مغلوطة، وهذا الربط الشرطي كارثي، إذ يمكن للفاعل والمؤثر التشريني أن يطرح مطالبه بخطاب متمايز عن الخطاب الصدري ومن دون تنسيق على أي مستوى كان. إن الأجواء الحالية قابلة للاستثمار لناحية التحشيد والاستقطاب وإعادة فاعلية ونشاط الجمهور الناقم، فالفرصة مواتية جدا لإحياء الشارع المحتج. يقول الكاتب علي المياح في مقال نشره موقع ألترا عراق: وصلنا إلى مرحلة كسر العظم، ذلك أن المعادلة الحالية تطرح النقاش لمسارين نستمع إليها. الأول أن يتنازل الصدر عن مشروع الأغلبية، وبالتالي التنازل عن كل مطالبه التي يطرحها كآليات لتحقيق هذا المشروع، والنتيجة الموضوعية لهذا القرار هي العودة لصيغة توافقية غير مستدامة بسبب نقمة الشارع على هذه الصيغة لدرجة القطع التام مع المرحلة السابقة، بمعنى أن الصدر إذا ما قرر العودة إلى التوافق فإنه سيضع مستقبله السياسي على كف عفريت. الثاني، استمرار الصراع على شكل جولات يعيد كل طرف منهما تموضعه إلى أن تحين فرصة يدرك فيها أحد الطرفين قدرته على الحسم، فتنزلق إلى صدام مسلح تبقى نهاياته رهينة طبيعة المعادلة الدولية في تلك اللحظة. ولذا لا مسارات كثيرة أمام الصدر، فأما المضي في هذا الصراع حتى آخره أو التراجع وسلوك مسار قد يفضي إلى تآكل مستقبله السياسي. أما خصومه فليسوا بأفضل حال منه، فلا رفاهية خيارات لديهم، فإما المضي وكسب الصراع أو الاستسلام لهيمنة الصدر، وبالتالي خسارة وجودهم ككل بشكل تدريجي. إن العلاقة بين الصدر وتشرين أكثر سوءا من كونها تمر بأزمة ثقة، القصة قصة دم، بعد أن وقع السيف في تشرين صاروا والصدر متان على طرفي نقيض. أما المشهد الثاني فيقول إن القوى التشرينية لا بد لها بالموقف، خصوصا وأنهم التشرينيون يطرحون أنفسهم كبديل سياسي للقوى الحالية، ثم إن النزول إلى الشارع الآن ووضع الصوت المحتج على خارطة الحدث ليس ضروريا لناحية إثبات القوة وكسب المطالب فحسب، بل مفيد وضروري جدا لمرحلة ما بعد هذه الأزمة. يقول الكاتب بشير البكر في مقال نشرته صحيفة العربي الجديد: العراق مثال صارخ على التدخلات الإيرانية في شؤون بعض دول العالم العربي، ولا يختلف اثنان من قريب أو بعيد على أن طهران هي التي تعطل تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للدولة، وتريد فرض حلفائها، ومنذ أكتوبر تشرين الأول الماضي تضع كل ثقلها لمنع ترجمة نتائج الانتخابات التشريعية وتطورات خلافات حلفاء إيران مع بعضها في الأعوام الأخيرة إلى نزاعات علنية. مصير أربعة بلدان عربية صار مربوطا بإيران، تناور بها وتستخدمها في صراعاتها الإقليمية والدولية. أصبح العراق، لبنان، سوريا واليمن رهائن بيد طهران، تساوم عليها في مزاداتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، وفي كل بلد من هذه البلدان تمسك بقدر أساسي من أوراق الحل والربط والمقدرات الاقتصادية والشأنين السياسي والأمني. لم يحصل أي تحرك داخلي للاحتجاج الداخلي في أي من هذه البلدان،
من دون أن يضع التدخلات الإيرانية في مقدمة أسباب الانهيار المريع الذي يهدد بتفكك هذه البلدان وسقوط الدولة فيها بعد أن دمرتها الحروب الأهلية التي أشعلها حلفاء إيران، ولا تزال تغذيها بقوة بتأجيج الطائفية لتخريب العالم العربي من أجل الاستيلاء عليه. وما كان ذلك ليتم من دون تفاهم مع الولايات المتحدة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن نتائج احتلال العراق عام 2003 ووضع الأساس للعملية السياسية على أساس المحاصصة الطائفية، ومن ثم انسحاب إدارة باراك أوباما لصالح إيران وعدم مساعدة الشعوب في هذه البلدان من أجل الوصول إلى خيارات ديمقراطية على أسس سليمة. تتولى طهران مهمة تعطيل كل إمكانية مهما كانت متواضعة من أجل عودة الدولة أو حصول تفاهم بين الأطراف السياسية، ولديها أجندة خاصة في كل بلد من البلدان الأربعة. في العراق تتحكم بمصيره سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وفي الأعوام الأخيرة تراجعت علاقاتها مع العرب السنة والأكراد بسبب رفع منسوب تدخلاتها وشهوتها التي بلا حدود للسيطرة على القرار والتحكم بخيارات هذا البلد. وصار واضحاً أن إيران تريد لشيعة العراق أن يكونوا ملحقين بها وأن لا يضعوا مصير العراق ومستقبله في حسابهم، وفي الحالين غير معني بمصير الطائفة التي تواجه الأغلبية العظمى منها أوضاعاً مزرية، وهي في الحالتين غير معنية بمصير الطائفة التي تواجه الأغلبية العظمى منها أوضاعاً مزرية في بلد نفطي بقدر ما تستخدمها لتحقيق أهدافها الخاصة. إنما تم تأشيره على جوانب الأداء العام للمنظومة الكهربائية العراقية وإدارتها طوال الحقبة الماضية ومنذ قرابة العقدين من الزمان وبنحو لا يقبل اللبس، هو التخبط الواضح في مختلف المعالجات المنفذة على مستوى الجوانب كافة التي تخص خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية. إن بناء الأسس السليمة للمنظومة الكهربائية يعتمد على مرتكزات التخطيط المستند إلى بيانات واضحة للحاجات المستقبلية لتغطية متطلبات الأحمال الكهربائية، وكذلك مؤشرات سلوك الاستهلاك بأنواعه المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري، الحكومي والخدمي. لا تزال حالة التدهور في مفاصل المنظومة العراقية للكهرباء واضحة المعالم، فهي تعاني من عدم قدرتها على تلبية الأحمال الكهربائية وتحديداً في أثناء فصلي الشتاء والصيف، بالإضافة إلى وجود حالات الاختناق والتحديد في سريان الأحمال في كثير من عقد شبكاتها، ما عدا تقادم الشبكات التوزيع المنتشرة وعدم كفاءتها في المحافظة على الانسيابية المطلوبة في سريان التيار الكهربائي الواصل إلى المستهلكين، وما تسببه هذه الشبكات المهترئة من ضياعات كبيرة في الطاقة المنتجة. هذا الحال على الرغم مما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء والذي تجاوز مقداره 100 مليار دولار منذ سنة الاحتلال 2003، ولحد الآن يوازي هذا توافر الأجواء الدولية في حرية المعنيين في هذا القطاع لاستيراد المعدات اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية والشبكات التابعة لها من مختلف الشركات والمناشئ العالمية، على عكس ما كانت عليه ظروف العمل في أثناء حقبة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ العام 1991 ولغاية سنة الاحتلال 2003، عندما كان التجهيز الخارجي مقيداً ويمر بخطوات معقدة من أجل الحصول على موافقات خاصة من لجان الأمم المتحدة سيئة الصيت. أعلن مؤخراً عن تطور إنتاج الكهرباء للمنظومة العراقية حسب ما صرح به رسمياً بوصوله إلى حدود 23,000 ميجاوات، وبالرغم من أن هذا الرقم لا يمثل الإنتاج الوطني الحقيقي، حيث تم دمجه بتعمد مع إنتاج محطات المستثمرين وكذلك كميات الطاقة المستوردة، فإن ذلك يعد دون متطلبات الأحمال الكهربائية الفعلية المقدرة ب 35,000 ميجاوات. لمح رئيس وزراء الاحتلال المؤقت يائير لبيد إلى الترسانة النووية، حيث وصفها بالقدرات الأخرى خلال خطاب ألقاه يوم الاثنين وفق ما ذكرته شبكة CNN. وأشار لبيد خلال كلمة له بمناسبة تغيير القيادة في هيئة الطاقة الذرية إلى قدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى ما أسماه قدراتها الأخرى والتي يفهم أنها إشارة إلى الأسلحة النووية.
وقال الساحة العملياتية في القبة الخفية مبنية على قدرات دفاعية وقدرات هجومية، وما يميل الإعلام الأجنبي إلى تسميته بقدرات أخرى. هذه القدرات الأخرى تبقينا على قيد الحياة، وستبقينا على قيد الحياة طالما نحن وأطفالنا هنا. حسب الشبكة الأمريكية، فإنه يعتقد أن إسرائيل تمتلك بضع مئات من الأسلحة النووية، حيث أنها طورت التكنولوجيا في ستينيات القرن الماضي، ولم تعلن إسرائيل رسمياً عن حيازتها أسلحة نووية، على عكس معظم الدول التي تمتلك هذه الأسلحة المدمرة. وأشار CNN إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة التعتيم، بمعنى أن القادة الإسرائيليين يفضلون فقط الإشارة غير المباشرة أو الغامضة إلى الأسلحة النووية. وفي أوائل الستينيات صدرت أول إشارة من قبل وزير الدفاع آنذاك شيمون بيريز، الذي قال إن إسرائيل بالتأكيد لن تكون أول من يدخل أسلحة نووية إلى المنطقة. ومؤخرا بدا أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قد اعترف بالقدرة النووية، عندما ذكر أن إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تمتلك أسلحة نووية، لكنه حاول لاحقا إنكار التعليقات التي تم نشرها على التلفزيون الألماني. كما أشار بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى أن إسرائيل على أنها قوة نووية خلال عرض تقديمي لمجلس وزرائه، قبل أن يصحح نفسه ليقول قوة الطاقة. نشرت صحيفة إندبندنت تقريراً لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو، قالت فيه إن عائلات ضحايا انفجار بيروت طالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وإرسال فريق تقصي حقائق إلى بيروت للتحقيق بانفجار المرفأ الذي تصادف ذكراه الثانية، وقتل في هذا التفجير 215 شخصاً على الأقل وجرح 6000 آخرون أو آخرين، عندما انفجرت أطنان من نترات الأمونيوم في ميناء العاصمة، وكان أقوى انفجار غير نووي يشهده العالم في تاريخه الحديث، ولم يحاكم أي شخص على الكارثة. كما تجمدت محاولات التحقيق، واتهمت عدة منظمات حقوقية عشية ومنها هيومن رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال ولجنة القضاة الدوليين، إلى جانب الناجين وعائلات الضحايا. اتهمت الحكومة اللبنانية بأنها تعرقل محاولات تحقيق العدالة بطريقة وقحة، وأنها تقوم بمنع التحقيق وحماية السياسيين والمسؤولين المتورطين. جاء في البيان يجب على اللجنة التوصل إلى الحقائق والظروف بما فيها الأسباب الحقيقية للانفجار. وأضافت المنظمات، بات من الواضح الآن وأكثر من أي وقت مضى أن التحقيق المحلي لا يمكنه إنجاز العدالة. وقال بول نجار، الذي كانت ابنته البالغة من العمر 3 أعوام من بين الضحايا الصغار، إن مطالب تقصي الحقائق ستكون على رأس مطالب المتظاهرين في بيروت يوم الخميس. حقيقة مضي عامين أمر رهيب، ولا يشفي الزمن الجراح، والألم يزداد سوءا في غياب الحقيقة والعدالة أو أي شيء. وفي نظرنا العدالة ميتة في لبنان، ولا يوجد شيء اسمه العدالة هنا. كل هذا رغم الأدلة الصارخة والتي تثبت أن المسؤولين البارزين من سلطات الميناء إلى رئيس الدولة كانوا يعرفون بالمخزون القاتل الذي سبب الانفجار ولم يفعلوا شيئا. وعين وزير العدل اللبناني القاضي فادي صوان لكي يترأس التحقيق، وأصدر في كانون الأول ديسمبر 2020 اتهامات ضد 3 وزراء سابقين ورئيس الوزراء في حينها بالإهمال، وعزلته محكمة بعد عدة أشهر عندما اشتكى وزيران سابقان بأن القاضي تجاوز صلاحيته. وتم تعيين القاضي طارق بيطار محل صوان، إلا أن محاولاته للتحقيق مع الوزراء السابقين ومدير المخابرات العامة القوي عباس إبراهيم فشلت، ونفى الجميع ارتكابهم أي خطأ، وقاوموا الاعتقال وزعموا أن لديهم حصانة أو أن القاضي ليست لديه صلاحية لمحاكمتهم. وتقول منظمة Human Rights Watch إن المشتبه بهم قدموا العام الماضي عدة قضايا للمحاكم تطالب بعزل بيطار، واتهمه بالتحيز والأخطاء الخطيرة، مما أدى إلى تعليق التحقيق أكثر من مرة.
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً أعدته رايا جلبي سجلت فيه مشاعر أهل منطقة الحجر الأسود قرب العاصمة السورية دمشق من فيلم صيني تنتجه شركة يملكها نجم أفلام الكاراتيه جاكي شان، وكيف تم استخدام منطقتهم والتي كانت معقلاً لمعارضة النظام السوري كخلفية لفيلم، مع أن المشردين واللاجئين من المنطقة لا يستطيعون العودة إليها، ويحاول الفيلم تصوير عملية قامت بها القوات الصينية في اليمن وساعدت خلالها على إجلاء المواطنين الصينيين وغيرهم من البلد. هرب الملايين من السوريين خلال السنوات الماضية من بيوتهم وتحولوا إلى نازحين في بلدهم أو لاجئين في دول الجوار، ويواجه الكثيرون منهم خطر التعذيب والتغييب القسري والقتل لو عادوا إلى سوريا. وفي مشهد من الفيلم ظهر موكب من العربات التي تحمل العلم الصيني وهي تشق طريقها في شوارع بلدة سورية تنتشر فيها الأنقاض، وتربص رجال يرتدون السيّ العسكري الصيني وبالكوفيات خلف متاريس الرمل، وكان صوت القصف واضحا في الخلفية، فالبلدة تعرضت للقصف الحقيقي لكن المشاهد هذه المرة مزيفة. وكانت العملية أول مرة تقوم بها الصين لمساعدة دول أخرى على إجلاء مواطنيها أثناء الأزمة. ويقف خلف مشروع عملية وطن الممثل جاكي شان إلى جانب آخرين يريدون إظهار شجاعة الدبلوماسيين الصينيين. ونقلت الصحيفة عن عبد الله 25 عاما من أبناء الحجر الأسود قوله: من المؤلم مشاهدتهم يتجولون بحرية في بلدتي مع أنني لا أريد أي شيء غير العودة. وتساءل هو وغيره من أبناء الحجر الأسود عن أخلاقيات استخدام بلدتهم المدمرة كخلفية في فيلم شباك تذاكر، ولعل العلاقات الصينية السورية هي سبب اختيار المخرج سونغ يينغ جي سوريا لتصوير مشاهد لفيلمه، فلم تقطع بكين علاقاتها مع النظام السوري رغم عزلته الدولية. وحذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن الفيلم يقوم بتحسين صورة نظام حول الحجر الأسود والمدن السورية الأخرى لأنقاض. وعلقت هبة زيادين مسؤولة سوريا في منظمة Human Rights Watch أن الفيلم يسهم في تبييض انتهاكات نظام الأسد ومحو السجل التاريخي عما حدث في الحجر الأسود، وجزء من هذا الرواية التي يقوم النظام بالترويج لها، وهي أن سوريا تعتبر آمنة لعودة اللاجئين، وهو ما يرفضونه ومنظمات حقوق الإنسان. شهدت منطقة أهرامات الجيزة عروضاً جوية مبهرة شاركت فيها طائرات فريق النجوم الفضية المصري وفريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية بهدف الترويج للسياحة المصرية ومنطقة الأهرامات الأثرية. وأوضح وزير السياحة والآثار أن العرض الجوي يمثل ترويجاً كبيراً للسياحة المصرية بوجه عام ولمنطقة الأهرامات هذا المكان الأثري العظيم على وجه الخصوص. وقال إنه جاري التنسيق مع القوات الجوية لتنظيم فعاليات أخرى سواء قفز بالمظلات أو عروض جوية فوق سماء مصر بمختلف المناطق السياحية. وقد حلقت الطائرات المشاركة أثناء العرض في سماء القاهرة الكبرى في عروض جوية مبهرة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إذن مشاهدينا بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.